شكون منا ما شراش التينه تاع الخارج وما شراش المندارين تاع الخارج؟ كلنا شريناها. الان التينه تاعنا والمندارين تاعنا رانا نسوقوها في الخارج، ما جاتش من هكذا، جات لان كان فيه سياسه وفيه استراتيجيه في برنامج السيد رئيس الجمهوريه وفيه دعم مالي. راكم هنا الفلاحين وما كانش اللي ما استفادش من دعم مالي سواء كان في انتاج الحمضيات او منتوجات اخرى، وكانت فيه جهد بذله الفلاحون، بذله الفاعلين في الحمضيات، اللي وصلنا الى اليوم ان ننتج 14 مليون قنطار. في 2009 انتجنا 7 ملايين قنطار. في 2000 الانتاج لم يكن يتجاوز 3 ملايين قنطار. اليوم عندما نقف في محطه مثل هذه، على ماش راح نتكلموا؟ واش كاين يتكلم فيها السيد ولي الولايه، السيد مدير الجامعه، والسيد رئيس الغرفه. الهدف اننا نذهب بهذه الشعبه الى ابعد حد ممكن، ولا يجب ان نقف في 14 مليون قنطار ونقول لا. 14 مليون قنطار اليوم راهي تساعدنا على تلبيه كل حاجيات المواطن، نحبسه هنا، ما يلزمش نحبسه.